طيب اولا خلونا نقول نبدا تحيات حقيقيات للناس اللي صنعوا الثوره السودانيه. الناس اللي صنعوا الثوره السودانيه ديل احنا بنحاول نقيس بيترموا ميت الثوري من اكثر ثوريه. اكثر زور ثوري هو اللي ارتقى الى ربه واستشهد هي شهداء الثوره السودانيه. ديل اكثر الناس ثوريه وافضلنا بدليل انه هو دليل مادي محسوس انه قدم روحه وفدن لشعبه لاهله للتغيير. الناس الثاني بعدهم طوالي بيكونوا الناس الجرحى اللي اتبترت ايديهم وارجلهم وفقعت اعينهم وفقدوا اجزاء من اجسامهم. ديل برضهم اصدق من الاخرين بكثير على اللي غير اصدق مننا نحن. الثالث اسر الناس ديل أهلهم أباهم وأمهاتهم. ما زرنا أسرة شهيد من بدري إلا يقول لك أمشوا ووصلوا البلد لآخرة. ما في زول قال بكى وتراجع لورا. فالناس دي يقول لحوا الناس السبب هم الناس الكلمة هم الناس الحبيبين عايشين مع الزوار. نعم المام طويل خايف عارفين اللي يجيب. نعم الناس التانيين الفقدناهم ما عارفينهم أحياء ولا أموات وديل أصعب على أسرهم من أي ناس ثانيين. يعني الشهيد معروف إنه استشهد وأهله يترحم عليه لكن ما معروف حي ولا ميت، ما معروف محله وين، ما معروف اتقتل، ما معروف اترمى في البحر، ما معروف اتضرب في رجلينه، ما معروف مسجون، ما معروف في مكان ما. ديل عدد ما في زول عارفهم كم ذاته. ديل قتال شديد. ديل برضو ناس مهمين ننتبه لأنه ديل الناس الحقيقيين وديل صنعوا رأس مال الثورة. الثورة دي لها رأس مال، رأس مال صنعوه الناس دي بيستفيدوا منه نحن كلنا بدرجات متفاوتة بعد ذلك. إذا لولا هؤلاء الناس لما كانوا محدثكم في أمريكا الآن، ولما كانت هذه الجولة، ولا ما كنا نحن، ولو نحن ناس مؤدبين وعندنا أخلاق وأولاد ناس نحترم هؤلاء الناس ونتأدب معهم، وده ممكن يمشي ثورتنا. دي مسألة مهمة شديدة. المسألة الثانية الانقلاب ده انا ما اقدر اتكلم عنه، ما اقدر اقول عمل شنو. كل السودانيين والسودانيات وكل العالم عارف الحصل شنو في السودان وعارف الحاجات اللي تراجعت. اهو سفير الثوره كان موجود الان السيد ساتي، ده واحد من الثوار المهمين، كان شغال شغل مهم هنا، كان شغال شغل مهم ما اقدر اشكله تعرفوه، لكن كان دايم بعمل كبير. كل زول عنده حته يشتغل فيها وكل زول يشتغل بالبيتر عليهم. في زول بيواجه رصاص بصدره، ده زول خطير. في زول بيكون ورا بصفك. في زول زينا ده بيضم في المطرفونات بس. في زول تاني ممكن يشتغل لك في حتات يقفل المفاتيح، يعني لما الترويكا والرباعيه طلعت بيان بالتاكيد ما براهم. حركوهم اخرين على راسهم نور الدين ساتي واخرين اشتغلوا مع العالم عشان يمنع استمرار الانقلاب والاختلاف بينهم. بين ناس مهمين وانا ذكرت نموذج واحد وهم كتار، لا واحد لا اثنين لا عشرة، وكل زول فيكم قادر يقدر المجهود الكبير ده. بس مهم نفهم انه ما كلنا بنشتغل في حته واحده، كل زول عنده حته بيشتغل فيها. انا افتكر ناس الخارجيه كانوا ثوار بيدرسوا بيدرسوا في حتات نحن ما بنقدر ندرس فيها. الشباب اللي في الشارع عندهم دروس بيدرسوا في حتات نحن وناس الخارجيه ما بنقدر ندرس فيها. وهكذا انه كل زول يقوم بدوره وما نطلب من الجميع يقوم بدور واحد، لانه لو كلنا لعبنا هجوم يا كابتن انس النور الفريق بيتغلب 10-0. فلا بد يكون في مدافعين وفي مهاجمين وفي لعيبه وسط وفي مدرب برا وفي زول بخطه الخطه وفي زول بيشجع. لان كلهم هم نكون في امبريلا كبيره. مهم جدا ما نخون بعض، مهم ما نخون بعض. ودي انا بطلب انه انتوا يا ناس امريكا، انا اقول لكم حاجه، امريكا دي نحن كنا في الداخل. لما الامريكا دي تطلع في الشارع ونشوفها قدام الكونجرس ونشوفها في لوس انجلوس ونشوفها في وين وفي وين وفي وين، يقولوا دي الثوار السودانيين في المختلف هنا، ولما يسخروا ناس اوروبا وثوار الخارج، ده كان بيرفع الروح المعنويه للداخل، وده كان بيكون السند الحقيقي. انتوا هنا عندكم ادوار ما بنوصيكم، عارفين تسووا شنو، والناس ما تحبط. ما هو دور الانقلاب ده وإعلامه وجداده الإلكتروني يحبطنا، ده هدفه ده شغله.
بياخذ عليه قروش انه يخلينا نحن محبطين وزعلانين ونقول الثوره انتهت. نقول لهم واهم من ظن ان الثوره السودانيه انتهت. الثوره السودانيه دي مستمره ونحن ما بعيدين. نحن ما بعيدين ونحن ما غربة وعندنا تجربة كافية. لما نقول عندنا أقول الشعب السوداني يعني عنده تجربة كافية إنها تكفيه كيف يتعامل مع الدكتاتوريات. يا أخواننا حكومة كان فيها ناس علي عثمان وكان سند دولي عندهم زراع دولي عندهم زراع إقليمي وكان عندهم المال وكان عندهم البترول وكان عندهم كل حاجة. سقطوا سقطوا انتهوا وينهم الآن انتهوا. الآن الجماعة قاعدين ديل ما بياخذوا معانا زمن. لكن في حاجة إذا ما حصلت ما بيحصل. نكون متفقين الليلة اليوم العالم نحن جينا هنا أمريكا يهرب مع تنسيق مع سيد السفير وقاعدين نلاقي عندهم سؤال واحد بيسألوه: متى تتوحد القوى المدنية؟ متى تتوحد القوى المدنية؟ يعني إحنا لو عايزين نتعمل ندي الحكومة دي نملوك. الحرية والتغيير في 2019 كانت الممثلة الأوحد للشارع، لكن في 2022 ليست الممثل الأوحد. في آخرين في المقاومة موجودة، في أحزاب أخرى موجودة. يجب أننا نفكر بجدية، ما أي زوج هو المناضل الوحيد، ونبعد من الطهرانية إنه أنا مناضل والآخرين دل ما مناضلين. الكلام ده ما صحيح. كل زلدة في قدرته. الزول قاعد في أقصى ألاسكا يكتب تغريدة أو تويتر يقول فيها واحد واثنين وثلاثة، والشايل حجر والشايل قزازة بارد والبزغل في موكب، كل زول عنده حتة بيشتغلها. نحيي اللي بيقدم التويتر من هناك ونحيي اللي بيشتغل هنا ونشتغل نحن كلنا مع بعض في هارموني. وما في زول مطالبة تاني بإننا نكون كلنا في حزب واحد ولا كلنا في حتة واحدة، لكن بالضرورة مطالب إن يكون لدينا أهداف مشتركة. الأهداف المشتركة هي اللي بتعجل بنهاية الإنقلاب. الأهداف المشتركة موجودة، قوى الحرية والتغيير والأحزاب التي كانت في قوى الحرية والتغيير حتى 11 أبريل 2019، ولجان المقاومة والقوى المدنية والمهنية متفقين على الآتي باسم الحرية والتغيير. أنا بقول الكلام ده: واحد، متفقين بالنأي بالمؤسسة العسكرية من العمل السياسي نهائيا ولا عودة للشراكة مرة أخرى. مهني موحد واحد يقوم بمهنية، ونحن مسؤوليتنا كسودانيين نشارك في بناء جيشنا العظيم ده اللي يحمي حدود البلد. ده متمكن فيه جيش واحد بس. كان في وثيقة دستورية كتبت في ظروف، أنا لست الآن في هذا المكان لشرح تلك الظروف. ده نتكلم عن حاجة واحدة، الوثيقة دي شرط الانقلاب يوم الاعلى للانقلاب والغى فيها 9 مواد مزغة. ونحن من اليوم بركه جاءت منكم، الان لن نعود مره اخرى الى الوثيقه الدستوريه ونطالب بتاسيس دستور جديد. نطالب بتاسيس دستوري جديد. ده كلام مهم. اربعه والاهم، احنا كلنا كقوه مدنيه انه لابد من تشكيل حكومه مدنيه كامله، حكومة مدنية كاملة، وده مطلب حقيقي وشغالين عليه. طيب بس أنا ذكرت 5 مطالب، الخمسة دي مشتركة فيها الحرية والتغيير، ومشتركين فيها الأحزاب اللي كانت في الحرية والتغيير لحد 11 أبريل، ومشتركة معانا لجان المقاومة. المشكلة في شنو؟ المشكلة في منو يقول دي ما قضية. خلونا نقول فيها كلمتين، نحن ما مطالبين بأن الناس يخشوا الحرية والتغيير ويطلعوا منها، وكل زول يقعد في حتته وكل زول فرح بالمكان اللي هو فيه، وما مطالبين غير التنسيق الموحد في الاشياء الاتيه. نبدا بالاعلام، لابد من يكون للثوار في كل السودان اعلام موحد، الخط الاعلامي الموحد لكل الناس. تمطلب كل زول في حتته اللي هو قاعد فيها. 2، لابد من وجود تنسيق. التنسيق ده ممكن نسميه جبهه، ممكن نسميه مركز موحد، ممكن نسميه اي اسم. التنسيق ده نقوم به نتخذ فيه القرارات الكبرى. لو قررنا نعمل حكومه نعملها بالمركز الموحد ده عشان ما تتحمل الحريه والتغيير بلاها. نحن والمقاومه والاحزاب الاخرى وكلنا
نقعد مع بعض نتخذ القرارات الكبرى التي تخص الدولة السودانية، نقول منو يبقى رئيس وزراء، منو يبقى وزير، عشان ما يبقى القرار بتاع أفراد، عشان ما يبقى بتاع مجموعات، عشان ما نسقط زي ما سقطوا الآخرين. دي أشياء مهمة يجب أنه نتفق عليها. إذا اتفقنا على ده يبقى بعد ده من ينفذ هذه الاتفاقات هو المركز الموحد ده، وده بتساعدنا في أننا نمشي لقدام. وحدة والثورة الليلة اللي متوحدته النظام ده ما بيستمر كثير. ونعكس الكلام ده، نحن مجرد ما مفرتقين وكل زول دار يشيل له ثورميتر يقيس به منو ثوري ومنو ما ثوري، ده بيدخلنا في زبادات ضيقه. نبعد من الزباد الضيق، نقبل بعض ونوسع قاعه الانتقال دي. اي زول جانا قال انا درست معاكم وقال اقول يسقط الانقلاب وقال اساند الانقلاب، نقول له شنو؟ حبابك حشره ما بنقيسه. ده المطلوب الان، ده المطلوب مننا الان، لانه وحدتنا وكسرتنا ووجودنا بخوف الاخر بهزمه. ده المشروع الحقيقي اللي احنا عايزينه. اثنين، الان العالم مدي لكم يده، الان العالم مهدي يده، الدوله الان في هذه الدوله واقفه الان موقف جيد. نحن بنحيي المجهود الجيد اللي بتقوم به الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي والترويكا والعالم الخير في دعم التحول المدني الديمقراطي. نسعى له كلنا مع بعض، نساعدهم كيف؟ ما نطول الامد، لان الدول لها مصالح، واذا تعطلت مصالحها يا سيد المرددين ماذا نتكلم كلام الدبلوماسيه. لكن اذا استمر الامد حيتعاملوا مع الحكومه الجايه، حكومه الامر الواقع، ونخشى من حكومه الامر الواقع. نحن نحتاج اننا نتوحد، نحتاج اننا نتماسك، ونحن راجين منكم الكثير يا ناس امريكا، راجين انه اللقاء الجاي يكون فيه كل الناس ما دام متفقين على الاهداف العليا والقيم الكبرى لثورتنا، ودي اللي من اجلها صدقوا شهداء الثوره. الرصاص ما قاعد تفرق ده حزبه كذي ولا ده انتماءه كذي ولا ده ابو فلان ولا ده ام فلان، الرصاص موجه لنا كلنا، الانقلاب قام ضدنا كلنا، نحن وانتم واخرين نعمل مع بعض. الكلام كثير وزوجهم وما بوصيكم، نتجاوز الصغائر وننظر للكبائر ونخلي الشجون الصغرى دي بالجنبه، كلنا نخليها، وكل بحزبه فرح وكل بمكانه فرح وكل بالمكان اللي هو موجود فيه فرح. لكن اقول لك استغل مكانك ده وادعم الثوره، ومد يدك الشمال ويدك اليمين، خلينا نتماسك، حينها ستعود الثوره السودانيه الى جذورتها. انا متفائل جدا انه ما فضل كثير للانقلاب خطوات، لكن دعونا نكون جاهزين لاستلام دولتنا لعودة الحرية والسلام والعدالة. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم. شكرا كثير، شكرا الاخ جعفر، كلام وافي وضافي، وكلام كله بالصف في وجد والثوره، وكلام كله بالصف في انه نحن طلبه توحدنا ناجحين السنه، كل مره كمان قالوا لكم كده قوم لما نقوم في بيت ناس هناك كم مره مشيت لا